ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ انا في البيت، انت فين؟ ليه في البيت؟ بعتكش شغل ولا ايه؟ احمد اديني دقيقتين بس وهرجع اكلمك. اوكي باي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. ايوه يا احمد، لا ابدا، ده كان البواب جايب جرايب بكره كنت باخدها منه. هي بقى كنا بنقول ايه؟ عارفه كيدهم ايه يا حبيبي؟ عارفه مين اللي ممكن يخلص لنا موضوع المخزن بتاع المعلم عاده والله يرحمه بالبت صافيه؟ مين يا ابو البنات؟ الواد فؤاد زعتر. فؤاد زعتر؟ اشمعنى يعني فؤاد زعتر؟ عشان كان دراع المعلم عاده واليمين، والبت صافيه بتثق فيه. صافية بتثق فيه؟ وانت شرفك يا راجل. شرفني ده ايه؟ احساسي بيقول لي كده. يعني لو قدرنا نشتري الواد ده هيقدر يقول لنا المخزن ده ملغم بضاعه ولا لا، وكمان هيقدر يدخل المخزن ويخرج ويقول لنا المخزن فيه بضاعه دي ايه. يا روح قلبي يا عينيا. لا لا لا، ايه اللي جرالك يا راجل؟ ايه اللي جرالك ده؟ ايه جرالي ايه؟ بقيت بتافه. صحيح، بس دي مش عوايدك.